يختفوا فجأة. باش نرجعوا لي الفكرة هذه، باش نرجعوا لي بعد شوية خاطر هذاك باش يكون زاد سؤال سفيان. أما باش نرجع لتصريح أنت قلته سيد محسن مرزوق، تحدثت على باش نمشيو توا من رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، حكيت على حزام ناسف في وسط البرلمان للسيد هشام المشيشي. حزام ناسف ساعة كلمة لازمنا نقفوا عندها، يتخبى في وسطها هشام المشيشي. شنو هو الحاجة اللي تنجم الديكلونش هالحزام الناسف هذايا باش تسبب كارثة كبيرة؟ كيفاش قريتوها انتم قبل ما تقولوا كلمة الحزام الناسف؟ أول حاجة هي كلمة الحزام نفسه، أنه هو يقبل أنه هو عنده حزام في البرلمان، يعني أنه هو ما هوش فاهم شنية الحكومة اليوم ترأسها، وموش هو زال فهم دوره. هو رئيس حكومة كفاءات مستقلة على الأحزاب، يعني ما يبحثش يعمل أحزمة في وسط البرلمان. لكن البرلمان تعمل حكومات المحاصة، معناها أربع أحزاب يتقابلوا مع بعضهم عندهم كتل يعمل حكومة محاصة، والأحزاب هذيك ما عندها في البرلمان ناس ولا يولي هذاك الحزام نتاعها. هو حكومة كفاءات مستقلة، صحيح ثم ناس صوتوا معاه وناس صوتوا ضده، اما مش معناها بنفس المنطق حكومه المحاصه مش يتعامل مع الناس اللي معها باعتبارهم حزام، والناس اللي المفروض هو فوق الاحزاب فوق الصراعات، فانه يختار كلمه الحزام بحجه انه هذوكم قاعدين يسندوا فيا، هذا غارت على خاطر الناس اللي صوتوا ضده زاده يجب مره يكونوا معاه ومره يكونوا ضده. هو اختار الحزام الكلمه خاطئه، وانت كي اخترت الناس هاو جيك الناس تاعو الناس في نقصد انك تكون الحزام تاعك في ائتلاف شو اسمه هذا نتاع الكرامه اللي فيه ناس تبيض في الهرابه، واحد منهم سي عفاس مازال معناها كاتب امس بركل ولامس معناها حاجه ضد فرنسا والاخر كاتب ضد كذا، ومعناها انت الناس اللي تتبرر في الارهاب كيفاش تتشرف اصلا تعتبرهم في وسط الحزام وتسحب القانون نتاع اللي ينظم معناها مهنه الاعلام السمعي والبصري تسحبه باش تخلي المقترحات نتاع الكتله هذه بالذات اللي هي تبيض في الارهاب تتعدى. هاو رجع. اي بعداش ما قامت القيام عليه، وهك علاش قلت له وين هك الحزام الناس مش يبدا ينفجر في وجهك، انفجر الانفجار الاول هذايا في وجهه، قامت عليه القيامه، قاموا عليه الصحفيين، قام المجتمع المدني، وقامت عليه الاحزاب معناها الوطنيه، وقامت عليه الشخصيات، ورئيس الجمهوريه قال له مش نصور مش نصح لك عليه المشروع هذاك يتعدى لي. اذا بشكل عام بديت انت تعملت اختيارات غالطه، هاي النتيجه نتاعها قدام. انت حكيت على انفجار اول، شنو هما الحاجات الاخرين اللي نجموا يخليه بين قوسين الانفجارات تتوالى نتاع الحزام الناس؟ يمشي يشوف التجربه نتاع حكومه ليس فخفيخته ويشوف. انت ماكش محتاج، انت تحطيت حك رئيس حكومه كفاءات مستقله تكنوقراط معناها حكومة أزمة. حكومة الأزمة راهي هذية هي راهي وقتية ساعة مش دائمة. هي تجي خاطر ثم أزمة، هي علاش جات حكومته سي الفنشيشي؟ جات حكومته على خاطر البرلمان عجز باش يعدي الحكومة الأولى هكا ولا؟ وجات الحكومة الثانية طاحت. مشينا قلنا يا سيدي أي نعمل حكومة كفاءات مستقلة الأحزاب. إذا أنت جاي نتيجة أزمة، والأزمة هذه منين جات؟ جات من النظام الانتخابي ومن الانتخابات اللي جابت البرلمان مقسوم. المفروض انك انت عندك دور اقتصادي واجتماعي تلها بالناس، في حين احنا نلقى نحلوا المشكله هذه السياسيه اللي جابت الازمه اللي جابت الحكومه. وهك علاش قلنا يلزم مؤتمر حوار ومؤتمر انقاذ باش نحلوا المساله السياسيه. قراءتك اللي هو مشي ولا حسب كلامك انت حاد على هالميسيون هذه، انت جاي للمسائل الاقتصاديه والاجتماعيه.